بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائي وبناتي طلبة الثانوية العامة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إحنا لحد دلوقتي إحنا خدنا البلاغة عبارة عن 6 أسئلة، الأول منهج أولى ثانوي وتانية ثانوي، وبعدين خدنا حاجة اسمها التجربة الشعرية، وقلنا التجربة الشعرية هنا ليها عناصر: عاطفة، فكرة، ألفاظ، صدق فني، نوع التجربة. قلنا التجربة ممكن تبقى تجربة ذاتية، ممكن تبقى تجربة عامة، ممكن تبقى تجربة ذاتية تحولت لعامة. تجربة ذاتية واحد أحسها الشاعر وصدق في التعبير عنها، عامة واحد مسلم بيتكلم عن فلسطين. طب ذاتية تحولت لعامة زي مين بقى؟ زي أحمد شوقي بالظبط. طيب احنا النهاردة معانا الجزء الثاني، وهو حاجة اسمها ايه؟ الترابط الفني أو الوحدة الفنية. أو الله، السؤال ده إيه؟ ليه السؤال ده؟ في اولى ثانوي احنا خدنا منهج القصيده الجاهليه، تبدا بالغزل ووقوف على الاطلال ثم ماشي الكلام ده. لكن لما جينا في ثالثه ثانوي قلنا من ساعه محمود سامي البارودي وجيل النهضه احنا هنا نشتغل شغل جديد. ايه هو الشغل الجديد؟ في ترابط فني. يعني كلمه ترابط فني يعني الابيات كلها بتدور حول موضوع واحد وجو نفسي واحد. يبقى هنا لما يجي يقول لي النهارده يقول الشاعر الحديث، يقول اي شاعر في الدنيا، هيقول لي ما نصيب الوحدة العضوية؟ أو بص السؤال هنا يقول لي الوحدة الفنية، أو يقول لي الترابط الفني، أو يقول لي الأبيات سلسلة مترابطة، أو الأبيات نسيج مترابط، أو الوحدة الموضوعية، أو وحدة الجو النفسي. هقول له إيه بقى؟ هقول له نعم بالفعل، فقد تحققت الوحدة العضوية بعنصريها، سواء في ذلك وحدة الموضوع. يبقى دي أول جزئية عايزينها. الكلام ده مهم جدا. فنجد الأبيات كلها تدور حول موضوع واحد وهو موضوع كذا، وكذلك وحدة الجو النفسي. أهو أدي الجزئية التانية. يعني كلمة وحدة الجو النفسي بقى؟ يعني نجد عاطفة كذا مسيطرة على الأبيات من أولها إلى آخرها، كما نجد البيت الأول سبب للتاني والتاني نتيجة الأول. طب السؤال ده، أي حاجة في الدنيا هاجي أقول له تحققت الوحدة العضوية؟ هو أولا صعب ان يجي يجيب لك وحدة عضوية غير متحققة. طب ليه؟ عشان يجيب لك وحدة عضوية غير متحققة لازم يجيب لك 3 4 ابيات وكل بيت منهم في موضوع. طيب عشان كده لو جيت تحت وقال لي ايه يقول احمد شوقي او يقول حافظ ابراهيم او يقول الشعر الجاهلي او الاموي او العباسي، وجيت حسيت التلات جمل او التلات ابيات اللي جايبهم ما لهمش علاقه ببعض، ودي ما جاتش قبل كده غير جزئيه صغيره، هقول لك لم تتحقق، لان سمه المدرسه التي ينتمي اليها الشعر التفكك وتعدد الموضوعات. ماشي، يبقى احنا كده خدنا حاجه اسمها الوحده الفنيه. تمام. طيب تعالى بقى السؤال بيجي ايه؟ السؤال بيجي اهو يقول لك ايه؟ في الابيات ترابط فكري وشعوري، وضح ذلك. هقول له ايه؟ هو هنا اتكلم عن الترابط، اتكلم عن السلسله، اتكلم عن الوحده العضويه، ما فيهاش كلام دي. هقول له نعم بالفعل، فقد تحققت الوحده العضويه بعنصرها. اصل في واحد يجي يقول لي يا مستر يقول لي في الابيات ترابط فكري، وانا اقول له نعم بالفعل، هو قال هل؟ اقول لا، انا هنا بقول له كلمه نعم على الترابط الفكري اللي هو قاله. هقول نعم بالفعل، فقد تحققت الوحده العضويه بعنصريها، سواء في ذلك وحدة الموضوع. فنجد الأبيات كلها تدور حول موضوع واحد وهو تعريف الحب، وكذلك وحدة الجو النفسي، فنجد عاطفة الحب مسيطرة على الأبيات من أولها إلى آخرها. الكلام ده احنا كاتبينه هنا، الكلام ده هو بالفعل، يعني هما فوق. بص بالظبط الثلاث سطور دول، كما نجد البيت الاول سبب للثاني والثاني نتيجه في الاول، وهو يشرح ايه؟ فيقول في البيت الاول يا ابنة النور، انا هشرح نفس الكلام، ثم في البيت الثاني يقول لها دعيني اعيش في ظلك العذب، وفي البيت الاخير يصف هذه العيشه بعيشه النسك البتول. تمام. طيب تعالى نفس السؤال في الدور الثاني سنه 2000، بيقول هاشم الرفاعي شباب لن تحطمه الليالي، احنا لسه واخدين الكلام ده. السؤال الاولاني بيتكلم عن العاطفه المسيطره على الابيات، اللي هو عايز ايه بقى؟ عايز التجربه الشعريه. طب السؤال الثاني عايز الترابط الفني. هقول له نعم بالفعل، فقد تحققت ايه؟ الوحده العضويه بعنصريها، سواء في ذلك وحده الموضوع. طب ما الموضوع كله بيتكلم عن موضوع واحد، حب الشباب ودعوه الشباب، حب الشباب ودعوتهم للعمل، وكذلك وحده الجو النفسي، فنجد عاطفه حب الشباب مسيطره على الابيات من اولها الى اخرها، كما نجد البيت الاول سبب للثاني والثاني نتيجه الاول. اتفقنا؟ ماشي. طب تعالى نشوف السؤال الثالث. الدور الاول 2001 بيقول لك ايه؟
يقول الشاعر عقل الجر: وأبكي فيضجر بي والدي، وليس يلم بأم الدجر، أئنه فتشعر في صدرها كأن أنيني وخز الإبر، تود لو أن الفدا ممكن فتفدي حياتي بنور البصر، وتخلع إن تستطع عمرها علي لآمن بطش القدر. أنا مش فاهم، بس اللي أنا فهمته أن الثلاث أبيات أو الأربع أبيات اللي قدامي بيدوروا حوالين إيه؟ قوة شخصية الأب وحنان الأم. بيقول لك أبكي، لما أبكي يضجر بي أبي، وليس يلم بأم الضجر، أنه يعني أبكي فتشعر في صدرها كأن أنيني وخز الإبر، تود لو أن الفدا ممكن فتفدي حياتي بنور البصر، وتخلع إن تستطع عمرها علي لآمن بطش القدر. ماشي، السؤال الأولاني هم امتزاج فكر الشاعر بوجدانه في هذه الأبيات. يبقى أنا عايز إيه؟ التجربة الشعرية الأولى اللي إحنا جبناها إيه؟ اللي هي دي، أي الشاعر المبدع هو الذي يفكر بوجدانه ويشعر بعقل، والتجربة الشعرية الصادقة ممتزجة فيها الفكر بالوجدان، فقد أبدع الشاعر في التعبير عن عاطفته وشدة حبه للأم، وكذلك فكرته وهي إيه؟ الاهتمام بالأم من خلال استخدام بعض الألفاظ. فنجده في البيت الأول يقول: أبكي حينما أبكي يضجر بأبي، وليس يلم بأم الضجر، وحينما أبكي تشعر في صدرها كأن أنيني وخز الإبر. ثم يصفها في البيت الثالث فيقول: هي تتمنى أن تفدى حياتي بنور البصر. وفي البيت الأخير يقول: تخلع إن تستطع عملها لتأمن علي بطش القدر، أو لتأمن علي القدر، وبذلك فقد صدقت التجربة الشعرية واكتمل الصدق الفني. طب السؤال الثاني بقى، قال لي: الخيال وليد العاطفة. أنا مش عارف هو عايز إيه، وضح في من خلال صورتين بيانيتين. أنا عايز صورة بيانية، يبقى أنا عايز أول حاجة في أولى ثانوي. طب ماشي، أبكي فيضجر بي أبي. ممكن واحد يجي يقول لي: يضجر بي أبي صورة بيانية كناية عن قوة الشخصية في الأب، سر جمال الكناية الإتيان بالمعنى مصحوب بالدليل في إيجاز وتكسير، وليس يلم بأم الضجر. واحد تاني يقول لي: إيه هو الضجر بيلم؟ هقول له: لأ، هقول له: شبه الضجر بإنسان، وحذف المشبه به، وجاء بشيء من لوازمه على سبيل الاستعارة المكنية، سر جمالها التشخيص، وتوحي بحنان الأم. طب ما ممكن واحد يقول لي: استعارة مكنية مباشرة. ثم يقول في البيت الثاني: أئن فتشعر في صدرها. طالب ذكي جدا يقول لي: هي بتشعر في صدرها ولا في قلبها؟ أقول له: لأ، في قلبها. يقول لي: على كده كلمة صدرها لوحدها ممكن أطلعها صورة بيانية مجاز مرسل، علاقته المحلية. احنا اتفقنا يا جماعة ان احنا خدنا 6 جمل هي البلاغة كلها بالاضافة لاتنين. يبقى قلنا الاول صورة بيانية، محسن بديعي، نوع الاسلوب، اسلوب قصر، ايجاز، اطناب. بعد كده خدنا في الثانوية العامة حاجتين، حاجة اسمها التجربة الشعرية، والحاجة اسمها التانية اسمها الترابط الفني او الوحدة العضوية. واتفقنا ده هنحله ازاي وده هنحله ازاي. فاضل اخر جزئية، لما يجي يقول لي ما دور الموسيقى، او يقول لي الموسيقى، او يقول لي الترابط الموسيقى، او او دور الموسيقى، او الموسيقى، او النغمه الموسيقيه. النهارده يا جماعه انا عندي في الموسيقى، في موسيقى الشعر، حاجتين: في موسيقى داخليه وموسيقى خارجيه. الموسيقى الداخليه وهي اختيار الالفاظ ما بين السجع مثلا، ده طبعا في النثر، وما بين الجناس او التصريح في الشعر. وفي موسيقى خارجيه اللي هي في الشعر بنسميها ايه؟ وحده الوزن والقافيه. احنا عارفين ان كل نص من النصوص بيبنى على ايه؟ على قافيه واحده. ماشي، يعني مثلا لما اجي اقول لك ايه، انا ممكن اقول سينيه احمد شوقي. ليه؟ لانها بتنتهي بحرف السين. ماشي، طيب السؤال يقول لك ايه؟ هقول له ايه؟ يقول لي: هل ما دور الموسيقى؟ السؤال بقى، لو جه قال لي ما دور الموسيقى بس، هقول له: نعم، لعبت الموسيقى دورها الفعال في التكوين الفني، سواء في ذلك الموسيقى الداخلية الخفية في اختيار الألفاظ، منها مثلا على أحمد شاول لك إيه؟ ينسي وأنسي، تصريع يعطي نغمة موسيقية تطرب لها الأذان، وكذلك الموسيقى الخارجية الظاهرة في اختيار الوزن الشعري، فقد اختار الشعر لتجربة بحر شعري يتناسب معه، وكذلك حرف الروي، حرف اللي هو الحرف اللي ايه؟ اللي بتتسي بالقصيد. مثلا على افتراض مثلا حرف السين مع احمد شوقي، هقول له حرف السين الذي يتسع لبسط التجربة.
اتفقنا؟ طيب، طب السؤال هنا افرض جه قال لك ايه؟ ما دور الموسيقى الداخليه؟ هو اللي تظهر في اختيار بعض الكلمات. طب لو جه قال لي ما دور الموسيقى الخارجيه؟ ما هي دور الموسيقى الخارجيه هي الظاهره والداخليه هي الخفيه. اتفقنا؟ طب ماشي، تعال بقى نحل امتحان كامل على الكلام ده. في امتحان سنه الدور الاول او الدور الثاني سنه 2001 بيقول ايه؟ قال الشاعر احمد محرم، بص كده معايا، فيما التناحر والخلائق إخوة والعيش حق للجميع مباح والدهر سامح والحياة خصيبة والرزق جم والبلاد فساح أنظل في الدنيا يفرق بيننا بغي ويجمعنا وغى وسلاح. الله، السؤال هنا بقى ايه؟ قال لي السؤال دي امتحانات ثانوية عامة، يبقى السؤال يقول لك ايه؟ في البيت الأول ترابط فكري، ايه هو الترابط الفكري؟ الله، ما أنا وقته، أنا مديك ثلاث أجزاء أهم، عايز الثلاث أجزاء. السؤال الأولاني لما يجي يقول لي العاطفة أو التجربة الشعرية أو امتزاج الفكري بالوجدان، والثاني لما يجي يقول لي الترابط الفني أو الأبيات سلسلة مترابطة، والثالث لما يجي يقول لي الموسيقى. طب ماشي، تعالى هنا، قال لي ايه بقى هنا؟ قال لي في الأبيات ترابط فكري وشعوري. يبقى هو عايز الأولى ولا عايز الثانية؟ هنا السؤال هنا عايم ليه؟ السؤال عايز فكري وشعوري وعايز كلمة ترابط. طب ما انا اعمل حاجة جميلة جدا، انا هعمل ايه بقى؟ هقول في الابيات، هقول نعم لعبت، او هنا اقول نعم تحققت الوحدة العضوية في الابيات، فنجد بعنصريها سواء في ذلك وحدة الموضوع، فنجد الابيات كلها تدور حول موضوع واحد وهو ايه؟ الوحدة الوطنية، وكذلك وحدة الجو النفسي، فنجد عاطفة الحب بين العرب مسيطرة على الأبيات من أولها إلى آخرها. كما نجد العاطفة المسيطرة هو إيه؟ حب بين العرب، فنجده يقول في البيت الأول فيما التناحر ونحن أخوة وقد خلقنا الله سبحانه وتعالى بهذا العيش مباح ويقول إن الدهر سمح والحياة خصيبة وإن الرزق كثير، ثم يتساءل في البيت الأخير فيقول أنا ظل في الدنيا يفرق بيننا بغض ويجمعنا السلاح. وبذلك فقد صدقت التجربة الشعرية واكتمل الصدق الفني. الله ينور. طب أنا جبت الأولى ولا الثانية؟ أنا جبت الاثنين مع بعض، لأن السؤال قال هات الترابط وقال فكري وشعوري. طب تعال، قال لك هات من البيت الثالث، ركز بقى، لو جه قال لك هات من البيت الثالث وانت جبت له صح من أي بيت ثاني يحسبه لك غلط، ما انت مش طالب ابتدائية، انت طالب ثانوية عامة. معنى كلمة طالب ثانوية عامة ان هو انت لازم تكون فاهم انت بتعمل ايه. هات من البيت الثالث لون بياني، تعال نعد، واحد اتنين تلاتة، لون بياني، استنى كده، الصورة البيانية، تشبيه او استعارة او كناية او مجاز مرسل. انا ظل في الدنيا يفرق بيننا بغض، في واحد جاب لي الجملة دي وقال لي يفرق بيننا بغض، هو البغض بيفرق؟ هقول له لا. قال لي طب اجيبها ازاي؟ طب ما انا اهو عامل لك الخمس خطوات اهم، اهو اقول لك اهم، سيبك من الكلام ده خالص، تقول لي يفرق بيننا بغض، شبه البغض بانسان او بعدو يفرق، وحذف المشبه به، جاء بشيء من لوازمه على سبيل الاستعاره المكنيه، سر جمالها التشخيص وتوحي الوحده الوطنيه. انا سامعك في طالب يقول لي يا مستر انت ليه لفيت اللفه دي؟ ما انت ممكن تقول استعاره مكنيه سر جمالها كذا. صح، بس احنا يا جماعه عاملين زي مدرس الرياضه. مدرس الرياضة فيه مدرس بيديك خطوات والاخر يديك نتيجة، وفي مدرس بيديك النتيجة مباشرة. مين في الاتنين بيجيب مجموع؟ اللي بيديك الخطوات. لو جه قال لك استخرج صورة بيانية ووضحها، يبقى انت لازم تحط له الست خطوات دول، لان الست خطوات دول هم اللي هيجيبوا مجموع، هم التانيين صح بس ده اللي هيجيب مجموع. طب بص بقى معايا، لما يجي يقول لي ايه؟ اهو هقول لك يفرق بيننا بغض، هو البغض بيفرق، اهو يفرق بيننا بغض، هقول له هو البغض ما بيفرقش، شبه البغض بانسان او بعدو وحذف المشبه به، جاء بشيء من لوازمه على سبيل الاستعاره المكنيه، سر جمالها التشخيص وتوحي بالوحده الوطنيه. طب في واحد تاني يقول لك ايه؟ ويجمعنا وغى وسلاح، هو الوغى بيجمع؟ لا. واحد تاني قال لي ايه بقى؟ قال لي شبه الوغى والسلاح بايه بقى؟ بانسان بيجمع وحذف المشبه به وجاء بشيء من لوازمه على سبيل الاستعاره المكنيه، سر جمالها التشخيص. او في طالب تاني ذكي قال لي انا ظل في الدنيا يفرق بيننا بغض، يقول لي كنايه عن ايه؟ عن تفرق الامه العربيه، سر جمال الكنايه الاتيان بالمعنى مصحوب بالدليل في ايجاز وتكسين. الكلام ده غلط؟ لا. طب السؤال، بص بقى، قال لي هات من البيت الثالث لون بياني، خلاص اهو، واخر بديعي، استنى بس استنى،
هو قال من البيت الثالث برضه؟ اه. طب انت ممكن تقول بديعي؟ اه بديعي. واحد قال لي يفرق ويجمع، الاثنين ما بينهم محسن بديعي. نوعه اه، انا ممكن اقول ان نوعه طباق على اساس ان هم عكس بعض، وممكن تقول لي ان نوعه مقابله لان هم جملتين، مش كلمه يجمع ويفرق جمل. اه ممكن تقول لي طب واحد تاني ممكن يقول لي على كده كلمه بغض وكلمه وغى ممكن اقول ما بينهم محسن بديعي. اه او المحسن بديعي نوعه مراعاه نظير. صح. طب يوضح المعنى ويؤكد. اذا انا اخترت ايه؟ انا طلعت محسنين بديعيين، مش احنا اتفقنا محسنين بديعيين طباق مقابله جنس؟ اه. طب انا ما اقدرش اقول حاجه فوق؟ لا، لان هو قال لي في البيت التالي. طب تعالى كده، في الدور الاول سنه 2002 بيقول لي ايه؟ اساليل يعرب طال منك تريس، حتام تلبس لاهيا حيران، هل لم تطيت من الجياد عناقها وجلوت عنا العار والخزلان؟ ان كنت من عدنان فاسلك نهجه، واذا جبنت فلست من عدنان. انا كطالب مش فاهم. طب اقرا تاني. اساليل يعرب طال منك يعرب، يعرب دي عن العرب يعني؟ اه. سليل يعني ابناء. اه يعني يا ابناء العرب، طال منك تريث حتام تلبس لاهيا حيران، هل لم تطيت من الجياد، الجياد دي يعني ايه؟ الحصان. اه عناقه، وجلوت عنا العار والخذلان، ان كنت من عدنان، عدنان دي قبيله من قبائل العرب، اه فاستك فاعمل زيهم يعني، واذا جابونت فلا. انا كده فهمت جزئيه صغيره، ان هو بيقول لابناء العرب لو انتوا صحيح ابناء العرب قوموا كده ودافعوا عن العروبه. انا كده فهمت، انا مش عايز اكتر من كده. السؤال بيقول لي سبقت التجربه الشعريه فيما تضمنته من افكار، فيما تضمنته افكاره من عواطف حاره. ما هو هو السؤال؟ قال لي عاطفة، قال لي فكرة، قال لي امتزاج الفكر بالوجدان، كل الكلام ده واحد. أقول له نعم. آه الشاعر المبدع هو الذي يفكر بوجدان ويشعر بعقل والتجربة الشعرية الصادقة ما امتزج فيها الفكر بالوجدان، فقد أبدع الشاعر في التعبير عن عاطفته، فقال في البيت الأول أنت سليل يعرب طال منك تريس يعني استسلام، ثم يناديه في البيت الثاني ويقول له قم لتدافع عن كذا، ثم يحمسه في البيت الاخير ويقول له ان كنت من عدنان فاسلك نهجهم، وبذلك فقد صدق التجربه الشعريه. طيب في البيت بين القمه الفنيه في النداء في كلمه اساليل يعرب، يبقى الاسلوب اسلوب انشاء، نوع نداء، الغرض منه اثاره الذهن. هنا اقول بقى النصح والارشاد؟ لا، هقول هنا التنبيه واستنهاض الامه من اجل الدفاع عنه. والصورة في كلمة جلوت عنا العار، هو العار بيجلى؟ لا، هقول شبه العار بشيء يجلى وحذف المشبه به، استعارة مكنية، سر جمالها التجسيم. وكده يا جماعة نكون خلصنا كل أجزاء البلاغة، وقدرنا في نص ساعة بس نخلص البلاغة كلها ونحل أسئلة امتحانات كاملة. وإلى لقاء آخر إن شاء الله أبنائي وبناتي طلبة الثانوية العامة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.